موجز 8 صباحا من اون لايف، اهلا بكم. اطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عمليه تحرير الساحل الايمن من الموصل غربي محافظه نينوى اخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في العراق بعد استعدادات استمرت لاسابيع. قال العبادي في كلمه له ان عمليات التحرير تستهدف تخليص المواطنين من بطش تنظيم داعش وارهابه وتوفير الخدمات لهم. كان سلاح الجو العراقي القى امس منشورات تحذيريه على غربي مدينه الموصل تتضمن توجيهات وتوصيات الى المواطنين للاستعداد لاستقبال القوات العراقيه لتحرير مناطقهم، كما تتضمن كذلك تحذيرا لاعضاء تنظيم داعش الارهابي بالقاء السلاح والاستسلام. تاتي تلك التطورات تزامنا مع وصول قوات بريه امريكيه الى خط المواجهه جنوب غربي الموصل لتقديم الدعم للقوات العراقيه. تستضيف تونس اليوم اجتماعا ثلاثيا حول الازمه الليبيه يشارك فيه وزراء خارجيه مصر وتونس والجزائر. أوضحت وزارة الخارجية التونسية أن الاجتماع سيبحث نتائج الاتصالات والمباحثات التي أجرتها الدول الثلاث مؤخرا مع مختلف مكونات المشهد السياسي الليبي بهدف تقريب وجهات النظر بينهم ووضع أسس حل سياسي توافقي للأزمة، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لجمع الفرقاء الليبيين إلى طاولة الحوار. عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى القاهرة بعد اختتام زيارته إلى كينيا. زار الرئيس السيسي قبيل مغادرته نيروبي مركز الأمم المتحدة في إفريقيا، وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا أكد السيسي حرص مصر على التشاور المستمر مع كينيا من أجل تعزيز الاستقرار وتحقيق السلم والأمن في القارة الإفريقية. نهاية الموجز، نشكر لكم مشاهدينا الكرام المتابعة.